صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. الزلازل أيها الأحبة تكثر، وبالفعل نرى كل يوم من يتابع الأخبار يرى زيادة في عدد الهزات الأرضية التي تضرب هنا وهناك، بينما في الماضي كانت الزلازل حدث نادر حقيقة. لذلك أيها الأحبة نتساءل، من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة الزلازل؟ يعني هل درس جيولوجيا مثلا؟ هل تنبأ هكذا من تلقاء نفسه، أم أن الله هو من علمه سبحانه وتعالى؟